سيد الوزير المحترم، أسألكم عن إنجاز المشاريع تحلية المياه البحر. سيد الوزير، لقد أصبحت إشكالية ندرة المياه ببلادنا إحدى القضايا المستعصية في السنوات الأخيرة أمام التراجع الكبير في نسبة التساقطات المسجلة على التراب الوطني، وأثر بشكل كبير على حقينة المنشآت المائية الكبرى بالمملكة، حيث انتقل معدل الفرد الواحد من مستويات 2500 متر مكعب سنة 1960 إلى 600 متر مكعب حاليا، وتشير التوقعات إلى أن هذا المعدل مرشح للنزول إلى 500 متر مكعب في أفق 2030. وكان المغرب بفعل الرؤية الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله قد أعطى انطلاقة الاستراتيجية الطموح 2009-2020 بشكل استباقي، لكن للأسف لم تستطع الحكومات المتعاقبة من أجراءات فعلية لهذا الورش الطموح، مما جعل بلادنا تدخل في حسابات آخر لحظة والتدابير استعجالية وباعتمادات مالية ضخمة. وقد شكل مشروع تحلية مياه البحر أحد المشاريع الكبرى الكفيلة لمعالجة هذا الإشكال المتربط بهذا الشريان الأساسي للحياة، سواء تعلق الأمر بالماء الصالح للشرب أو الأجال لاستعمالاته الفلاحية والصناعية، والتي توج بإنجاز بعض المحطات وأخرى في طور الإنجاز، وعلى رأسها تلك المرتقب إنجازها بالعاصمة الاقتصادية للمملكة. بقدرة المشروع ستبلغ 300 مليون متر مكعب. واليوم في خضم التطور الكبير الذي تعرفه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، في ظل حكومة قوية ومنسجمة، استطاعت أجرأت المشاريع الاستثمارية كبرى فلاحية وفي مختلف المجالات، فقد أصبحت مع الحاجة مضاعفة للموارد المائية من أجل تحقيق الأمن المائي والغذائي. وما تأتي بعد تعليماته السامية التي سعت إلى تسريع وتيرة هذا البرنامج وتحيين محتوياته في جلسة عمل خصصت لتتبع أشغال ترأسها جلالة الملك سعود ماي 2023. والحمد لله الذي أنعم علينا بهذا البلد بواجهتين بحريتين ب 3500 كيلومتر، مما مكن برمجة إنجاز محطات ضخمة لتحلية المياه البحر، صنفت ضمن العشر الأوائل بإفريقيا بحسب تقرير عالمي حديث نشرته شبكة BNC العالمية المختصة في دراسة الأسواق الصناعية لفائدة منتدى المياه في إفريقيا. ونأمل صادقين في مضاعفة جهودكم السيد الوزير لبلوغ سقف 1 مليار متر مكعب من الماء الشروب والمياه الموجهة للسقي في أفق سنة 2030 من خلال محطات معالجة مياه البحر التي تم إنشاؤها والمحطات المبرمجة التي هي في طور الإنجاز. وشكرا. شكرا سيد المستشار.